مرحبا بالضيوف نتاعك ومرحبا بكافة مستمعي شمس افهم. يا خويا نحب نوصل لك الساعة التفاعلات والشكر الكبير الكبير نتاع الجماهير التونسية. ما نعرفش اكيد رقعت تشوف في فيسبوك، تعرف انت توا الوقت صعيب شوية، نيس معناها نتاع الناس تتغشش برشا على المنتخبات الوطنية، وفي هذا الكل فكل ساعات احيانا نشوفوا معناها برشا ضغط على المدربين وبرشا كذا. المره هذه الاجماع كبير برشا على انه المنتخب هذا يفرج، فما فكر وفما كذا، ونهنيوك معناها بالمسانده الجماهيريه الكبيره اللي لقيتها. والله يا مهدي كما قلت انت، برشا ضغط على المدربين وعلى اللاعبين وعلى المسؤولين وعلى كل الناس اللي لله بكره القدم. هذاك علاش والله الحقيقه ما نخلص برشا، على خاطر نعرف اللي لازم تقرا وقت اللي تبدا الدنيا ماشيه وتبدا هكا كيف تنجم تكون فما برشا ضغوطات. دونك جيفيت، مي الحقيقه الناس في الشارع برشا عباد في الشارع يهنيو سوتو على المردود والاداء. الحمد لله ربي تعديت تورنوا باهية برشا، يشرفني برشا وبالحق يفرحني برشا اللي الحمد لله ربي اللي جوار مريك كل يرجع اللي جوار الحقيقة اللي مريك كل يرجع اللي جوار خاطر طبقوا وعملوا بليزير باهي برشا. يعني الكرة بريتو سي بليزير، باش يلعب كرة باش نحاولوا كيما نقولوا احنا نوصلوا لاعبين نكونوهم كاملين، كيما نقولوا احنا متكاملين. دونك لوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله يا ربي المنتخب هذا نحافظ عليه زاد كيف. البريستاسيون كانت ما شاء الله الحقيقه، بريستاسيون بالكاليتي والريزولتا ان شاء الله يا ربي. ديبيو مازلنا في الديبيو نتاعنا ان شاء الله، مولات مسؤوليه كبيره ان شاء الله، خاطر توا الناس كل ولات تتبع منتخب الاوسط ان شاء الله يا ربي ما نخيبوهمش، وان شاء الله يا ربي ديما نتحسن مقابل اخرى ان شاء الله. النتائج كانت ممتازه، معناها اللي يحبوه التوانسه كوتش انس بوسعيد يلقاوه منتخب هجومي، حتى احيانا صارت بعض الاخطاء الدفاعيه وهذا عادي، معناها التوانسه يطفيوا الضوء خاطر عطيني الكره هجوميه. يقول لك انك تربح بالاربعه تروا فوا، معناها ضد منتخبات محترمه، الجزائر، منتخب ليبيا، منتخب مصر، تربح المغرب بثلاثه، عندك اكتشافات في الدوره، معناها هذا بصراحه خدمت عليه لانه يعني زاد الوقت كان قصير شويه كوتش، معناتها ظهر لي فما شهرين حاجه كيكا بدي تحضر. معناها هذايا الثمار هذايا كيفاه جات، معناها متى خدمه، معناها في سيكل صغير تقريبا. بيان سور، شوف احنا بدينا البري سيليكسيون من 28 اوت. قبلها بدينا نلموا في الملاعبيه لي جوار، عملنا برشا ايفور باش نلموا لي جوار، بعدين عملنا 2005 وبعدين عملنا 2006 خلينا لي ميور جوار. الحقيقه ما بتيناش برشا في البري سيليكسيون على خاطر كانت واضحه الامور من الاول، مع بري دو تروا ستاج واضحه الامور، خاطر تعرفوا لجنه كامله فنيه تابعه، ترى مش في صف الشخصي فقط، هو الاطار الفني كامل مع مدربي اللي كاتيجوري الاخرين، يعني 2008 النفاتي ومع والمسعودي زاد كيف حتى العايد الحمروني، يعني لجنه كامله تبعنا وعملنا الانتقاء نتاع المواهب الكل يزور حتى في وانا كيف زاد كيف حتى في اللي كادي وال 2007 2008 2008 دونك ديما مع بعضنا معنا في نجاح التوبي زاد كيف دونك الكل مع بعضنا. البري سيليكسيون صارت وبعدين دخلنا في الخدمه، عملنا براتيكمون كات ستاج ولا شوف وقت تدخل ستاج يبداو لي زونتريمون وقت تحط دونك اذا كان جوار انترناسيونال وعنده كاريتي يقبل فيه تاع لي كونتي يجاوبوا الملاعبيه، معناها تبارك الله فيه ساعه يجاوبوا وسورتو لي جوار اللي يلعبوا ليترونجي اللي هما بالحق كاليتي، فما كيما نقولوا احنا اونتونت باهيه، فما ثقه بيان سور، ثقه اللي خلات الميساج تاع ديفيد في بيان سور فوتبول اوفنسيف كيما قلت هذا كيف لي فوت راهو انديفيديوال ديفونسيف ماهوش مثال مش تاع منظومه دفاعيه ولا حاجه، مش تاع كوفرتور ولا تاع دي فوت مثال نتاع ديال خسروا ولا مثال بينالتي ولا دونك اون بليس دو سا سيميا كو نخسروا كيما نقولوا احنا نغلطوا توا يضروا لنا نغلط من بعد فهمت دونك هذاك علاش لازم ديما نصلحوا بيان سور نحافظوا على الكاليتي اوفونسيف اللي عندنا وندعموها بيان سور ديما لي جوار يتعلموا من الاخطاء نتاعهم نخدموا فيه نعملوا برشا في فيزيوناج نفرجوا برشا يتبناو مليح يخدموا مليح دونك
كما نقولوا احنا منظومه كامله، حتى سمح لي باش ما ننساش حتى السي علي الكعبي معنا في اللاعبين، دونك الناس كل مع بعضنا، الاراء الكل مع بعضنا، وهذيك هي المجموعه ديما ديما كي تبدا برشا عينين نحاولوا نلقاو كما نقولوا احنا احسن توليفه. باهي شوف انا باش نسالك سؤال، انا الملاعبيه اللي ريتهم معناها ما شاء الله، انا من الاول كنت زعما باش نركز مع اللاعبين انيس اللي يلعبوا لبرا، حكاوا لي برشا وظهر لي لهنا خدمه محمد سليم بن عثمان واضحه انه اللاعبين يجي وكل خليك تقول كلمه على الموضوع هذا بعد نسالك ميساج. شوف هو خدمه كبيره من المدير الرياضي سليم بن عثمان اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره، سواء في السينيور ولا في الجونيور عندي ولا في الدوميس دوميس. اليوم تلقى حارس روما 14 سنه بوعسكر في 2008 بوعسكر بيان سور، فما برشا ملاعبيه دونك فور كبير. لو حتى اللي عندك انت العرعار ودانجي وجاني الكاتيجوري اللي عندك توماس الزواغي والكردي اليوم في السنيور تشوف ما شاء الله ما شاء الله النومبر دي جوار في نيفو باي كيف كيف عندي انا في جونيور عند 2008 2007 فهم برشا جايين اخرين. دونك هي كيفاش يعني انا الحاجه تري امبورتونت هي العين، راهو العين عندها قيمه كبيره، وسليم لاعب كوره لاعب كوره في نيفو باهي برشا، لعب حتى في الشامبيون فرنسا وكريم، دونك يعرف مليح. دونك مع بعضنا نختاروا حاولوا نختاروا لي بروفيل اللي حسنا بيو وعلى ذو هذاك يتم انتقاء اللاعبين يلعبوا لبرا. انا سؤالي لهنا في هذا الكل، انا قلت لك كنت مركز مع المحترفين البر، عجبوني بصراحه سورتو معناها لا نعم ديما انت نعم ديما عينك عينك كبيره تحب تشوف البر صحيح نعم. عجبوني برشا هذوما زوز لي دوزاريير ومعناها وبعد كيف نحكيو على بن فرحات ونحكيو حتى نتاع نيس اللي ما تحكيش عليه برشا نتاع موناكو جيربي 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 بن فرحات فوالا توماس الزواغي الحارس انا فجاه زاد عجبوني ملعبية البطوله زاد معناتها انا ركزت مع اللي بي ناسيونو وكل، اما كي تشوف بشا وتشوف كادا وتشوف معناتها العيساوي الكابيتان معناتها ما شاء الله في هذم الكل سي انيس بصراحه شكون تتوقع انه ينجم يكون معناها عنده مستقبل في السينيور؟ الحقيقة شوف مالي تحرجني مع اللعبة لا أما عندك عندك بينك وبين روحك عندك الحقيقة راهو بيان سور الحقيقة راهو بالحق لي جوار الموجودين الكل واحد يتميز بحاجة باهية برشا نشوف مش ما نشوف مرات كان لوفونسيف مثال أنا كادا ولا عمر اللي هو سي سي 2 متر اتاكون تري بون اتاكون بروفيل باهي ما نشوفش مثال العيار ولا المنصف الغربي تونيزيا بش سي اس اس عيساوي سيرون كما نقولوا احنا علالة يعني علالة نشوف دي ديفونسور علالة عندك رحيمي عندك عندك ملاعبية باين برشا سورتو راني قلت لك انا الـ 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 الحاجة الباهية اللي عندنا بون جوار في دي كلوب مي عندنا قلة يعني ما عندناش اللي نومبر كبير باش تختار منه صحيح عندنا لكن تلقاه مثل بوست في بوست واحد مثل تلقى في بوست واحد يوريك اللي لا كاليتي موجوده في تونس لا كاليتي موجوده في تونس لكن زاد الخدمه ناقصه برشا خاطر تكنيكمون انا تو مثال حتى لي جوار اللي جاوا من برا وقت اللي جاوا تونس من دول تفاجئوا بالكاليتي تكنيك الموجوده عند اللاعبيه نتاعنا تري بيان دونك شنو اللي ينقصنا كان مثال كاليتي يعني بويسونس لانتونسيتي في اللعب برشا حاجات كي تنقصنا الكونفيونس كيف كيف ماتوريتي تكتيك تاعو كي تشوف مثال ملاعب كيما راهين جربي جا من نيس تحس تري بون جوار تري انتيليجون لاعب برشا شوف ممكن ما حكيناش عليه برشا احنا في تونس اما الملاعب يظهر ثابت معناها في تدخلاته وفي كل شيء معناها في الرولونس باهي برشا يعني تحكي على ملاعب صحيح تحكي على ملاعبيه راهو عمرهم 17 سنه 18 سنه يعني فهمت سيت بون جوار الكل الحقيقه الكل وعندي راهو ملاعبيه اخرين مازلنا يعني ما تعرف عندي ليست نتاع 22 جوار بلس 3 جارديان عندنا ملاعبيه اخرين الاختيارات ما خلتناش ممكن نختاروهم في الاستاد لكن مهتمين بهم برشا فما حتى ملاعبيه من ليك دو فهم لاعبين من الكتروا قاعدين نتبعوا فيهم فما برنامج كبير حدد الإدارة الفنية اللي باش نتبعوا لي جوار كل في الجمهورية المشكلة اللي قلت لك الكاتيجوري نتاعنا احنا برك لي كاتيجوري الكل تري امبورتون زاد باش اللاعب التونسي زاد ياخذ حظه على خاطر
قد ما ياخو حظ وقد ما نلقاو خير خاطر فما زاد فما الكاليتي قلت لك فما الكاليتي و البلوز امبورتون زاد يلعبوا في الكلوب نتاعهم هاي هذه اهم حاجه بيان سور وتشيل التوليفه ما بين اللاعبين اللي يلعبوا في تونس اللاعبين في برشا اي لا لا ممتازين ومحلاها الكلمه اللي قلتها قلت اللي جاوا من برا شافوا الكاليتي كي من هكا نتاع الملاعبين نتاع تونس انبهروا هذا يوري اللي راهو ديما الامبيونس راهي محلاها في ليزيكيب ناسيونال بين راهو ما احناش متفرقين بين الملاعبين البرا وهنا كنا توسع مادي فما دو جيست ممكن ما يتراوش كان الا ما تبدا في التيران دونك كيف تشوف وقت اللي يدخل اللاعب يعطي الكابيتان صاحبه اللي هو جربي يلعب في نيس خلى يسوي يعطيها كابيتان كي تشوف انت لو اي ماهوش بريميتي التيران تاع بينتي باش ينجم يسجل ويكون هو هدف الدوره لا اعطاها لو اي فرحات دونك لومبيونس باهيه برشا صحيح الحق لومبيونس باهيه برشا جروب باهي يحب بعض ويخدم مع بعض وتصويره حلوه اللي قاعدين نشوفوا فيها تو ما نعرفش انت مش قدامك اللايف نتاعنا سيدي انيس بوسعادي على الاعناق بين الملاعبيه هذه زاد لقطه عفويه ومحلاها في نهايه الدوره انا كيما قوم الكبير ممتاز انا مالي الا سيكل في حياتهم ولا في فورماسيون نتاعهم ونتعدى هما اللي باش يقعدوا يلعبوا هما اللي باش يقعدوا ان شاء الله يشرفوا البلاد المغربيه اللي اللاعبين الكل هذوكم يعملوا كارير كبيره على خاطر فيرتي بالنسبه لي انا كان ان شاء الله يا ربي يوصل يلعبوا سينيور فيرتي للكل ان شاء الله يشرفوا في ليكوب دافريك يقلعوا ماتشواتهم ان شاء الله يا ربي دي كاليبر اخرين الكل مسؤوليه كبيره ان شاء الله يا ربي يكملوا نخدموا ارواحنا ان شاء الله بيان سور ميزمومش يهبلوا كيف في الربح ما نهبلوش في الخساره ما نهبطوش رؤوسنا مازلنا نخدموا على رواحنا مازلنا ان شاء الله يتحسن الجروب يتحسن الكاليتي جو ونحاول نصلحوا الغلط نتاعنا وان شاء الله يا ربي الجاي خير ان شاء الله ان شاء الله سورتو باللي ماتش عم يقول يصير وكل شيء يزيد الكيب تلحم اكثر ان شاء الله ان شاء الله بيان سور شوف الملاعب في العمر هذا ما يصلحوا كان لي ماتش لي زونترينمون بيان سور باهيين وتكوين ونكملوا لي سبيسيفيك ترافاي سبيسيفيك كيف فيزيوناج ليك راهو لي ماتش عندهم حقيقه اخرى لي ماتش هما ماذا بينا باكثر نومبر دي ماتش خاطر لي ماتش راهو يسيء يعني هو تو في البري يعني في البوست فورماسيون دونك يلزم يلعب لي ماتش ويلزم يسيد في ترافاي تكتيك اكثر ترافاي تاع يكون بيرفورمون اكثر من الفورماسيون يعطيك الصحه انيس بوسعادي نعملوا عليك ان شاء الله باش تحقق الامجاد مع الجيل هذايا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا والله العظيم نعطي اكثر ما عندي ونحاول مش انا وحدي راهو مع الستاف اللي معايا برافو عليك عاد انا كازوز معنا خليل معنا سينابيل مدرب حراس جروب كامل معنا طبعا الكل قاعد يخدم ان شاء الله يا رب ان شاء الله بالتوفيق.